هذا حسد بالرب والدرب والدرب ما خصكش تهرب واش انا فامي مرحبا بكم في فيديو جديد او في تحدي جديد راه الا خبرنا عليكم هاني هاني اسمحوا لنا ما تراش من داخل الصواب راهي قرايه وشي العباد يلا تلقاو شي وقيد تنقدو فيه الفيديو ويسمحوا لنا المهم جيناكم عاوتاني فيديو جديد مع با غرام مرحبا بكم ان شاء الله غادي عاوتاني ندير واحد تحتي واحد تحتي شي حاجه الاخر عرفت ديرش التحتي با غرام ديرش تحتي تناسق ديرش التحتي شرح لهم با غرام التناسق شنو هو التناسق قول لهم تما قول لهم شنو هو التناسق لماذا نحن هنا سؤال صعب بيجاوبك بابا تما شنو هو التناسق عرفت شنو هو التناسق؟ دابا تسول سكينه بتقول لك بحال شنو هو اللون المفضل عند مروان وتكتبو نتايا لا شوف خاصك تشوفي هو لاصق صافي ما خاصك تخطر صافي صافي نبداو صافي واش عرفتي دابا انت تحتي كيفاش؟ اي اي خلاص عرفتي تكتب والله سير على الله المهم اخوت قبل ما نبداو ما تنساوش ابونا ابونا والخدا من كل عائله ان شاء الله اي واحد شاف هذا الفيديو شاف هذا الكمال هادي اول مره يهبط وقف الفيديو ويهبط ما يخسر والو ثانيه ميت ابونا ولايك الفيديو وشي كومونتير يلا نبداو على بركه الله دابا ما سلمتينا بعدا السلام عليكم مرحبا بكم بدا ان شاء الله نديروا تحتي انا ما عرفتهاش قليا واتسنى بعدها تقول لي سكينة بدا غير الزربال على حياته وريها لهم وريها لهم وريها لهم وريها لهم صاحبي اللوبيا صاحبي قال لي قليا القليا خليني نوريها لهم كيف كتبتيها راه اللي نسحر سيري سيري قول لهم السؤال الثاني قال لك تعرف يكتب سيري اخويا القليا اشناهي الحاجة اللي كتفرج فيها با عروب اشناهي الحاجة اللي تفرج فيها با عروب انا عرفتها عزيز عليه عزيز عليه تفرج فيها يلا كتبها لي با عروب انت تبلش تجي انت انت كان اه انت انا وياك اش الحاجة اللي عزيز عليك تفرج فيها انت سالت وضعش عارفه شنو هي صافي شافها هي لاصقه كمل اش كنت شالو سير ها هي هي هاديك لهنود لهنود وفنين عزيزين عليه لهنود قول لهم قول لهم الطروف غني لهم شي دويسك غني لهم شي دويسك انا عارف ما باقي حافظ لك حافظ حافظ دابا تحشم داولك بلاتي خليه خليه نحرجه ما كاين يعني نحرجه وبسنا هو هسينو دنيا بقايا ما حفر والله يعطيك الصحة يلا قولي قولي السؤال الثاني هذا السؤال هذا اشنا هي البلاصة اللي كيرتاح فيها مروان كيغني لهم اشنا هي البلاصة اللي كيرتاح فيها مروان انا ما عرفتهاش بابا هذه ما عارف والو على ولدك ام حقات انت واش عارفه يا تكشي انت كتبتي لاصا ولا كتب بلي بلي كتب بلي بلي ولكن لاصا فاش ارتاحوا بلي هذا مشي نشطو فيه ما كان صعب يفرق بلي 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 نقول انا بلي هذا نتلاقوا مع الدهالي مع الحجر الصحي ما كاين في السكن نجمعوا تحيه مول بلي نظم البرادة تحية حميد حميد أبقى قاعد أشهد حميد أشهد واحد زيد آخر عطوش أوكي صحابي أنا
بيت الماء بيت الماء ما كاينش كاين شي واحد ما ترتاحش بيت الماء اوكي البلا لا صرا بارو سير تيا تواد سير تتمشي ليه اشنا هي اعدى حاجه عند بابا اعدى حاجه عند بابا اعدى حاجه عندك بابا ما كتحملش واحد يدير هذيك جبتي لنا اي الفطر قال ما تيبين مزيان عولنا عليك بخير خمس باي يسمحوا لنا وخمس يبانش الهران انتو مكتبة الهران اعدى حاجة عند باروب ناني اوماي وا مو سندايرو ما خصكش تهرب كيف حالك قولي سأل موالي اشنا هو احسن فيديو درتو في اليوتيوب اشنا هو احسن فيديو بارو درناه في يوتيوب فكر مزيان احسن فيديو ياك اي سعفنا وخاد الفكرة ما تبينش نقول لكم انا اش كتب هو راه عنده فكرة شي فيه وتقيل قلت لكم انا بارو انا خويا اشتري التليفون والله الا شباب الشباب هي سير هي سير مو كتشوف فيه انت ما تشوفش فيه انا عرفت واش بيزيد اش قال تمشي مقلب ديالك؟ تعالقرو هو كتب مقلب شو ما تفسحها شو كتب شو هيدك؟ سطح سطح مقلب تاع سطح هو هذا مقلب تاع القرو هو هذا قال لك اشنا هي الحاجة اللي كتفرح ببعرو اشنا هي الحاجة اللي كتفرح ببعرو عفتها صافي انا عفتها اش الحاجة تفرحك بابا اخ خصي فكر قعد عام عاد يفكر اش تفرحك بابا انا بغيت نجي انت واش ما عرفتيش تفرحك اكتب لهم اصاحبي باش يشوفوا تا حاجه ما تفرحك فرحني يا وي تري والله انا الاخر ما حق صاروا شايل سايو صافي سايو ما عرفتش اش يفرحك انا قلت لي تفرحوا لي ربحت الكوكب قلت انا قلت له برشا كان هذا بارطة خل دز جزي دزي جزي بخط الله ما عارف قاعد اشتي فرحه شوف ايك توا عبية قاليك اشنا هي الهواية بتاع مروان يلا هواية ديالو هي الكوكب او ماي جاد واو كرة القدم هكا كرة القدم ماشي كوكب كرة القدم هواية ديالو هي كرة القدم هكا الله يعطيك الصحة قال لك هواية ديالو هو الكوكب كرة القدم الله يعطيك الصحة بارو سيري قول السؤال الآخر قال لك السؤال الآخر أشنو هو الشخص المفضل عندك شو واحد عزيز عليك مثلا شكون هو اكتب الشخص المفضل عندي الشخص المفضل عندك أنا عرفتو هما ولادي كلهم والمرا عندي هي العائلة العائلة صح هي العائلة صح العائلة هي اللي عنده العائلة احنا هي الطارق الوليدة ليك الطارق هي عائلة سيري اشنا الأكل المفضل انت تبغى
قلنا يمكن جيتي انا هيك اوكي مفتاح كبار وكتب كتب انا عرفت انا وشوف ليش تفيق قيل هذا الفيديو هذا بيجي طويل بسبب بار وحك الله كذا كذا ورا مازال كل شيء كنت له الحوت قلت ما عزيز عليك عزيز عليك البصارة لا مهم الحوت وين كنا خدين البصارة ما تاريك كنا خدنا ليش البصارة أجيمة الله يلا جيمة البصارة جيمة تتقدى قصدرت كفول بصارة ولا عصارة بصارة هم أقول بصارة ولا عجز والحد ليه فيش يأكلوا لا الحتة وتنقل شوية شوية والله يوتي شوية تحس فيك مهم أنا دي جالس في ولا دي جدا المهم المهم حد المهم تنشي وتنشوي صاف اش كيف بدك الحتة بارو كن كل شيء ها كن كل شيء اش كيف عشان الفائزة الحوت ما فيه الفيتامين فائزة ديالو راه فيه الفيتامين فيتامين هي شكون راهو ايوا البروتينات المهم كلشي فيه كلشي فيه تقولي السؤال راه تقول واه صحي شنو هو اللون المفضل عند مروان تهلا طار اللون 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 المفضل بالليل سير اكتب شوف اللوحة اكتب تتستجي الإلهام تشوف سكينة تتستجي الإلهام يطلع ليه أش قلت بليوم؟ حمر ضعت صح الحمر 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 شو ما تلعب رب طهر كين كوكب هو كين كوكب وكل شيء تجرب الكوكب أش هي الأخت مفضلة عندك؟ أنا؟ شكرا يا شكرا قلت السؤال هذا؟ كتب بارو كتب انا الصراحة كله ولكن البروشة الصغيرة هي اللي عزيزة عليا تعطي على العصام قريتها انا شفت عزيزة اش تقابل تعطي على العصام ديما ايه على قريتها على مصلحتها هيك بدأت على مصلحتك ايه بياتيني احفظها ايه بياتيني احفظها واش على مصلحتها على مصلحتها ايوه صافي صافي هذا اخر سؤال المهم اخوت تتمنى نكونوا خويا على قلبكم ونتمنى نكونوا نشطناكم واحد شويه بعدا كبارو اي وما تنساوش اش بيتا يديروا قول عليهم قول عليهم انا خربت والله ما تصنتوا لي بارو تقول انتوا انت لا مش عايش ما تصنتوا لي والله انا تقول لي يا والله لا ديما تقول لي انت لا انتوا عرفتوهم ما تقولش تقول على صحابك ولا ما تقولوا لي قول عليهم انت الخاتمه ديالك انت بحالي بحال لا لا والله تقول انت نحلف كاع يا الله المهم اخوت ما تنساوش تابوناو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله تهلاو ليا فلوسكم اديو ساميكوس